Merhaba, merhaba. Ha. تخوف خاطر البيتك كي ليه والله تو يا فهم كيف تو فهم كيفاش كتبت التيتر الاخر في البيت هذايا كتبته تحت بازي نفس المود لا صح وين خويا وين نتقابلوا من لايف اللايف والله مش عامل مش فاهمة في الحومة مش ما فهمنيش لا عندي برشا ما خرجتش ما مشيش البكار مسكر بكار باص باز مسكر هاي كلها مسكرين والزهرة مسكرة باز مسكرة في الدار دي هيك وفما شيء ما تفرحوا ما كان البوليسية والميليتير كان مجموعة تركش في ال تحسها رمضان عرفتك يحروا في الوقت فاهم عرفتها مالك سيد وكيفاش تعدي والله النهار تو انت وموها مغروم جيمنج وكي وكذا أنا نعدي النهار خويا نركش نلعب ها حتى السيريات ما عادش عندي وقت خويا كان الورزون خويا كليت لي وقتي والله ماهيش نورمال والله اه شنو هذه جيم جديدة كول اوف دوتي الباتل اه على قصدك 100 والله دخلت راك دخلت في ليفل كاسح على 100 على 100 تفريق فيها مش نورمال وين وصلت انا ماني فهمش فيهم شنو هي الجراديت اللي وصلت لها ليه مش حكيت جرادات هما هكا اللي تهبطوا يهبطوا 150 ولا 200 في نفس الماب وكان تلعب سولو تشكو انت تقعد في فهمت الاخر تربح وكان تلعب في الجروب نتاعك يقعد يربح يعني علاش ما تستريميش دورها باش نستريمي مثلا بونت في تونس صعيب تستريم تشوف مكي كيفاش يعاني من الكونيكسيون وكل لازمها انا تغير اخويا كل شيء حاضر لو بي اس راكح كل شيء اللي جو لوبي اس حاضر ذاك لوبي اس البروجرام تاع ستريمينج هاي كل شيء كل شيء بقى قبيله برك برك نركح فيه في البي سي اما ريت انا شنيا باش نعمل فازه نتاع كيما نقولوا لايف سيشن استوديو سيشن فهمت اوكي تسجل انستري تختار انستري مع البيبليك بالوقت وكل فهمت وتسجل عليها كي اما المشكله فيش في لازمني دو زيكرون معناتها ولازمني كونيكسيون قويه بون كونيكسيون قويه لان اما لازمني دو زيكرون وما زلت نفهم فيه ما فهمتوش بالكدا اليوم بديت هالحكايه في بالي باش نعمل لايف قبيله هكا تاع عرفتك تختار لايف يوتيوب تختار انستري وديريكت تصب عليه بالكيوبيز وكل بديت فيها اما ما رزينا هو ما في شيء تحب تستريمي بيه على تويتش ولا تستريمي بيه على اليوتيوب يعطيك كود ايه اي تحطه بالكود هذاك تحطوا الكي لا يعني انا في جاوب بالي باش نعملها اما المشكله في الميكرو ريت كي تبدا تسجل في الميكرو عندي مشكلة في الصوت تو كي تبدا تسجل في الميكرو يلزم العباد اللي في ديارهم يسمعوك بالميكرو نتاعك يسمعوا شنو قاعد تسمع انت في الكاسك هذيك القاعدة بالنسبة ما فهمتهاش تاع الهايرين طيحها وكا صحيح تركش مهايرين تك تك تطيح كيفاش لبعض تستنى انت ما دام كل شيء راك كونيكسيون يعطيها بالترواجي خلي توفى الحكاية هذه عندي اوفر يمكن نمشي نعملها يلزمها اوفر يلزمها اوفر تاع 30,000 هذيك الشهر ولا قديش لا لا تاخد ها لا اوفر مش حكاية فارغة هذيك تقولك في ما ساعة تعمل شيء هذيك تقولك ايه تقولك اي خاطر الابلود يزمو طالع مش كيما خاطر في تونس ما فهمتيش انا كان كان كي فهمت لهنا الحكايه تو احنا مثلا عندنا 8 ميجا في تونس اما كي تابلودي ماهيش 8 ميجا فهم لا ما ماهيش احنا الابلود في الكونيكسيون العاديه ما يفوتش اميجا 600 فوالا مثلا لهنا كي تبدا كونيكسيون 10 ميجا الابلود 10 ميجا نجم معناتها قد نجم تبدا مش كيف كيف اما كاسح على الابلود على الاخر في بالي الابلود ما يسرقوش غادي لهنا كان غريبه غريبه غريبة حتى كيفاش واحد يحب يستريمي معناتها كان واحد خدمته كيما مكي مثلا ستريم وكل يقطع شعره معناتها يهبل اسمع تو نعملوا لهم حملة باهية خلي تركزوا معاهم نعملوا لهم حملة نرموا على الواحد الانترنت حملة على الكونيكسيون في تونس آه. حشومة برجولية حشومة خاطر فضيحة كونيكسيون في تونس فضيحة على الاخر ما تنجم تعمل حد شيء لا تنجم تتفرج لا تنجم تابلودي لا تنجم تستريمي ما تنجم تعمل شيء تو نعملوا لهم حملة منظمة تركحوا لهم الجو بالشيك بصير واحد لازم لازم
بقيادة البسيكو ايمو ليكو حمل سايب الكونيكسيون. والله سايب سايب سايبنا سايبنا الكونيكسيون والله مش نورمال. تو تو ريت تو كان في تعمل ديكلاراسيون تعمل ريكلاماسيون يقول لك راه فما ضغط وساتوري على الاخر و تو نجم نكلمك خاطر فما فازه ما نعرفش في شو اسمه بي شو اسمه لو بي سي او بي او سي او بي اس التو سي بي او بي اس تنجم في الفازه نتاع نطلبك مثلا كي تبدا انت تستريمي ونخرج الزوز فرد ستريم لايف يوتيوب ولا حاجة. هو ذاك راهو هذاك يخولك الكابتور نتاع الإكران اللي عندك في البي سي ويطلعها على الانترنت. معناتها أنت كان عندك أي حاجة تستعملها في البي سي تحب تدخل مثلا سكايب ولا حاجة. أي فهمتك فهمتك. هاي نتصور تنجم بسكايب تنجم بسكايب تنجم. صحيح. سينا صبا صاحبي شنو جاوك غادي؟ لا الحمد لله الحمد لله هاني كنت نعمل في الدورة روحت تو ما فما حد في الشارع. كالعادة البلاد فارغة سينو صافا صافا ايه كلها كلها الحكيت هي اللي قبل في الانجليز الكل هذيك هي عايشها تاو شوي الحكي هذيك تركش تركش في الباب تخرج تقابل الناس تقابل ناس محليها تلبس باللخضر ما يكلمك حد تلبس باللخضر تلبس كربون والله حتى ما تلبسش ما يكلمك حد يكلمك حد تمشي لازم تعمل كل شيء ما يدور بيك حد لا يكلمك حط لك واحد على جنب ترتاح في مخك وترتاح على الاخر ولا العبيد اللي هناك يخليوك ترتاح هكا اللي ما تحسبهاش ما فهمت كل ولا تبدا تمشي في الشارع انا من الاول فهمت نبدا نمشي في الشارع العبيد تغزلي ويتبسموا كي هكا ايه كي تجي العين في العين ديريكت يضحكوا هكا ونقول شبيه يا اخي البلاصه المبنى اول مره سافرت في حياتي وقتها ثاني مره مش اول مره ثاني مره مشيت لالمانيا عاد نمشي في بلاصه كيما القريه هيك متعدي حكيت لك نشق في القياس يدي كهرباء بعيد بعيد عليا برشا نقص يعمل لي كي عبدك يحسك عرفت ويحسك يحسك عبد يعني عندك تيم كيس ديما نمشي فيه ونجي اربع مرات نرجع خاطري انا انسان مش هاي مولكرابيخ يزرق يا بيه متعدى شغل كيس محل بين عليك وانا عندي اربع شهور بس ما عرفش تزميره تاع الكهرباء توحشتك اللي توحش طرف ضغطك كي ستريس وماشي ما فماش ستريس غادي ما اللي تفد اللي تفد برجولي اللي تفد شويه كي ولا فما حاجتك اللي تاع بردينيس كي ناس هي كل هي عندها ايجابياتها وسلبياتها لهنا فما جو فما مع اصحابك وسخونه ومعناتها فما برشا حاجاتك يا محلاها وغادي كيف كيف ولهنا فما حاجات خايبه وغادي فما حاجات خايبه اما شفت الشعب هكاك كيفاش محلاه وسامبا وكيفاش يقدر هالدوله اللي يعيش فيها محترمته يداوي ويخلص في وقته طريق نظيف الكياس جو به ما فيهوش حفر الكهرباء غاديك عنده ماشي حل كيما لهنا كهرباء وسيله نقل من ا الى ب نقطه ا الى ب مود شعب تحسوا قلاز مرتاح نحن ريت في تونس كان جينا عندنا معناتها الحاجات هذيك اللي عيشوا بها عندنا نحن لهنا نصور انا خير بارشا من ولي ويثيقوا بعضهم على الاخر ويثيقوا بعضهم الحجر به كلي تلمو يعطيو فيك ثقه اللي يلزمك تبدا ريسبونسابل كي وما فماش شكل التخميم الخايب معناتها مثلا تبدا تمشي في ما نعرفش انا في جبل وحدك ولا حداش تعليل تنجم تلقى زوز بنات متعدين فوتينغ بالعام كي يشوفوك جاي انا نبعد نقول على يخاف ولا حاجه نقول طفل لوحده هما بالعكس زيد يضحكوا لك هكا تاع يقول لك على السلامه هكا معناتها ما فماش شكل في مخ تاع التخميم التونسي عرفتها غريبه ولا غريبه كيفاش بعد علينا برشا صاحبي والله بعد برشا برجوليا بعد شوف لهنا يا اخويا كيفاش اما تتوحش شويه تخلف التخلف اللي عنا اخويا ذيك تتوحشوا شويه كي تاع ما تلقاش وين تسايبوا عرفت ما تلقاش مع شكون تسايبوا تونس كي تبدا عايش فيها تفد منها على الاخ تخرج منها برا تتوحشها على الاخ تعاود ترجع لتونس تعاود تفد على الاخ تونس تحسها متعبه
شوية فلوس جيت عادي فيها فاكونس. ليه والله تشوف الطقس حما، تشوف الطقس تاع تونس وكيفاش، والماكلة اللي ناكلوا فيه في تونس وفي كيفاش كل شيء موجود. معناتها مثلا لهنا غلة يجيبوا فيها من درامنين، وما عندهمش ما تضربهاش الشمس ماكلتهم كيما نحنا، وكل برشا حاجات. معناتها تونس أقوى بلاد، أما نتاع من دارك لكرهبتك تمشي البلاصة اللي باش تقضي فيها أمورك، تروح تك عندك كل شيء، فلوسك دنيتك، مش نتاع باش تقوم الصباح وتحرك ودبر خدمة وتطلع في الكار ودزني وندزك وتعب توصل البلاد وتعدى على برشلونة وفهمتني والصباغين والمرشي بومنديل، ماكش باش تشوف برشا عباد وباش تاع هكا لايف ستايل معين. معناتها في المرسى كي على البحر و شويه الدوله نتاعهم وفرت لهم كل شيء، ذاك عليه تحسهم قلاز مرتاحين، ما عندهم ستريس. هنا راك تخرج من الدار معلم، غالبيه الشعب ديما ريتها تقول ديما هكا مخوي كيفاش كيفاش باش نصرف اليوم. تاخذ حقك ولا تاخذ حقك على الاخر. تعرف تعرف صارت لي انا حمد، وما وصلت جاني جواب للدار فيه مرحبا بيك في الولايه نتاعنا، فيه بلا فيه بلاكة كي تلبسها كي تخرج في الليل تبدا كرها متعدية باش ما تشوفك كي تشعل بالضوء، فيه شنية تنجم تعمل في الولاية هذه، وين تنجم تخرج من السينما ودرا شنية، وفيه تيكي زوز تيكيات تاع سينما بلاش، وفيه تيكي بمية كورونا تاع بيسين بلاش. يدي حشمت علي روحي انا كي لقيته، قلت هاي خيه حسيت روحي عرفتك اللي مبعوث دبلوماسي جيت ولا حاجه. يدي مش نورمال بالرسمي تاع تحس روحك عبد دقيق حي. والله حكيتها بابا وامي ما صدقوش، قالوا لي يا اخي العلا غالطين فيك ولا بعثوا بالغلط ولا الله. صار واحد نرجع جيت تونس انا يا اخي تبعتش كل واحدة تبعت له لام ريت ولا تبدا تسكن في بن عروس، تنقص تنقل ما نعرفش انا الحمامات ولا النابل، تجيك حكايه كيف هو عندهم حاجات زاد راهو عندهم راه حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه. الغالب نحن الخايب لحنا راهو الفقر وكهو الفقر والظلم و صحيح وشوية السرقة شوية السرقة برجولة يجي تخمم تلقاهم برانسيبرا ولا بس علينا ما تلعب الكل. والله ايش باش نقول لك، هي راهي تونس والله باهية برشا، انا تونس راني نحبها على الاخ، مش كل لغة نتاعك يجيبون في التالس نحبها بلاد واحد يكره بلاده، اما الناس نحن طلع شنو يعلمونا. والله والله موضوع باهي، نحن علمونا تلقى العباد يقول لك نكره تونس، نكرهها هي في تاع الحكومة ولا تاع الرئيس ولا تاع الوزير، هذه تونس نتاعك انت عبارة دارك اللي تسكن فيها الأربع الحيوط. ما تقولش نكره بيتي، لا هذيك بيتك مدارك، معناتها ريت انت ما تخليش معناتها اللي حكموا معناتها قبل ولا اللي حكموا يحكموا تو ولا باش يحكموا بعد، السياسة نتاعهم خايبة ويظلموا، تخليك تكره انت البلاد هذيك. خاطر نحن كي تربينا صغار مش كيما في بريطانيا ولا في النرويج ولا في بلدان متقدمه، الكياس يقول لك نتاعك هذاك علاش تحفظ عليه، النقل يقول لك نتاعك هذاك علاش تحفظ عليه، نعرف شامبوبه في الشارع هذيك هي نتاعك هذيك برجوليه ما قراوناش ما قراونا هاو فلان يتفرج صح فلان برجوليه ما قراوناش حما كي كنا صغار، معناتها احنا كنا صغار ما عندناش حاجات نلعبوا بهم، نخرجوا نضربوا المترو بالحجر في ابن سينا فوق ولا حاجه، اما ما فهمناش الا ما كبرنا فهمنا اللي هذيك معناتها حاجه نتاعنا نخلصوا فيها بفلوسنا وكل. وجيت له بتحضر تشوف شنو العباد كيفاش تصرف في تونس، كان يهديه ربي وحده كي طلع عاقل في مخه سينو. ايه صحيح، هما للدار عادت تربي ليدوكاسيون عادت تطلع في جيل فاهم، مش مش خاطر تو تشوف اللي في الكوفر فيو تو يضربوا في الحكم بالحجر مثلا زيد على الاخر مثلا، علاش ما يدخلوهمش دارهم الداخل، علاش ما معناتها احنا ما جاش حد قال لنا كل شيء كل شيء كل شيء يا ودي تتوقع والله من العباد هذي. راك تشوف حتى الميديا عندها دور كبير على الاخر، المونتاليتي اللي نعيشوا بها راهي ما جاتش هكاك راهي من الفراغ، يعني فما برشا حاجات خلتنا نعيشوا اللي نحن قاعدين عايشين فيه تو. تعرف لنا فما سيجي ضربت شويه كي 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 كيما نقولوا يتفرجوا فيها الصغار الكل، مش صغار كل ما بين هكا 12 و 18 سنه الكل فهمت،
يدخلوا فيها الحاجات اللي هي سيري فيها شويه سيكس شويه مش سيكس شويه حاجات هكايا نتاعك اللي كوم كوا انترجي ودرا شنيا باش العباد المفرخ الكل تتفرج فيها فهم. ومن بعد يدخلوا فيها الحاجات اللي تاع الميساج البوزيتيف اللي يحبوا يوصلوهم للصغار كيما مثلا كيما طفله يصورها طفل صاحبها ولا حاجه عريانه شنو تعمل كيفاش تحمي روحها بالقانون درا شنيا يدخلوهم في السيريات اللي تبعوهم المفرخ الكل اللي فيهم حاجات فيلغير شويه باش يوصلوهم الميساج معناتها فهمتني كل فما تحس فما فرق بس اسمه سكام سكام يعني. فما هني هو غوان ذا رين كان فرش فيه سويدي ولا نورفيجي ذا رين اسمه ذا رين اتون شوفوا قال الفيروس كيصب الشتاء اي واحد صب عليه شتاء يموت خاطر فما فيروس في صنعوا فيروس هما فمتحفون على الاخر مش مهم عالمي في نتفليكس اللي اي في نتفليكس طلع بعثوا له سينو ما ذكرت في نتفليكس تاع العبيد تحت الفيسبوك راهت السيري تاع شو اسمها الى كذا دي بابيل هذيك تونس الكل اش فما نجيبوه بوت نتفليكس تونس ولا ما فهمتش مين يتفرجوا انا ولا كيف يجيبوا اما نحن ريت والله اذا نتفليكس مثلا والله نتفليكس تو هو سيري على روح في العالم الكل في العالم الكل عادي نورمال كان في تونس مزوز. في تونس فازه برجولي في تونس هاي في تونس فما زوز انواع نتاع عباد فما اللي برا يقول عمرها ما خلقت حتى سيري كان ذاك وفما اللي يكرهوا اللي يفرج اي حاجه ديما تفرق معه ديما ديما فما شكون تفرج في جيم اوف ترون وفما شكون يكره جيم اوف ترون صحيح ليه في العالم فما شكون تفرج وشكون ما تفرج احنا فما شكون يكره وشكون يكره فيك صحيح التصوير تاع الرئيس ديما عنده راي التوسي ديما عنده راي التصوير تاع شنو الفيديو تاع الرئيس يهز في الواحد يحط فيه الساك البير هذيك ليه ها اللي في الاعانات تاع الماكله ريت توا ذيك في العالم الكل عادي رئيس هاس حط كاردون باهي محليها نورمال معناتها نورمال في تونس فما فما خويا شبيه هذايا شعبوية والاخر فما يدو يقلبوا ما فماش حاجة الوزير للثيو في المحاضرة ذيك حس فما وزير هز النوم ولا شنو يا اخي ردوا تلمو يخدم كل عام انا نزيب واه ليه اي نحن ما ناخذوش الامور ركية عادية ديما اون اكزاجير اكثر من سينو تتفرج اخ عندي نتفرج توا قصيت عليهم الحكايات هذوما الكل من اللي جيت لهنا اسمعني انا بعث لك فما فيلم هندي تفرجت فيه عالمي قصه إيه؟ فيلم هندي لا توا من الهند زوز وليد فما زوز وليد لقاو طفله صغيره فهمتني لا ربوها ربوهم بعد كي كبر طلعت امهم صرا مش نكته هذه بالرسمي فيلم هندي بس ولا كيف بالرسمي ان دمله صغيره اقسم بالله كل هنودي وقفوا لك مخك والله يا ملا لا برجو لي في حاب نسينا ولا اني قلت لك حاب نسينا كي عادي ريكشين كل واحد شاد داره سينا العباد تمشي تاخذي باش تكون مرض في الحومه ولا حال انا والله الحقيقه ما نحبش نكذب عليك عندي برشا النهار عندي برشا مريتوش يعني الشمس من باخرج ما نخرج
ليكش خويا فرصه واحد يلعب. والله مش فاهم تو جديد حم. والله موسيقى اني نكمل مازال ثلاثة دي دروات ونقفل الالبوم يا حسستني جاوبت كيف فصلت على انترفيو. والله مازلنا تاع مش ثلاثة دي دروات ونقفلوا الالبوم. برجوليا تيتر الاخر برجوليا كيفاش فسر لك معناتها كيما نقولوا تاع نتاع كاو معناتها شوش باش تزيد معناتها متكامل متكامل فوالا متكامل. هادي اسمع كيفاش فسر لك ما عادش ترى طريق فلو لالبو برجوليا تيتر الاخر برجوليا كيفاش فسر لك معناتها كيما نقولوا تاع نتاع كاو معناتها شوش باش تزيد معناتها بارك متكامل متكامل فوالا متكامل. هادي اسمع كيفاش فسر لك ما عادش ترابي على ما عادش ترابي تو مواضيع تو يزم ترابي قصص قصة هذيك مثلا قصة خاطرها قصة تحسها كلي تاع فيلم في مخك معناتها تبدا تتفرج هكايا معناتها تتفرج من بعد تعمل كليب تو انت مثلا عندك حاجة به اللي هي فضولي على الاخر اللي انت ما عادش تحقق لها الكليبات وتخرج وتصور ومنتج في تروناج درشني درشني خاطر تاع انت تترويت تاع تغمض عينيك لازم تغمض عينيك باش تتفرج فيها مش تاع لازم تتفرج في الكليب ودرشني تاع تسرح بيك كما نقولوا فما فاسون تاع وصف هكايا تمشي معاك في التيتر على الاخر لازمك تكمل فيه ثنيا هذيك على الاخر. ريت التيتر هذاك فما مثلا فما عبيد تهب التيتر باش يعمل باش يدخل منه برشا فلوس ومش خايف شكون يعمل تيتر شي جي الاول فالاكثر معناتها يعمل برشا فيوز كل واحد فما شكون يحب التيتر ما نعرفش انا التيتر هذاك هبطته نحب اللي يسمو ويغمض عينيه يلحم ويقشعر ريتك يعيش معاها حاولت معناتها تبذل مجهودك لو ماكسيموم باش اللي يسمع التيتر كي يعيش معاها كي يتخيل ويغمض عينيه يعيش معاها على الاخر مود على الاخر. اما راه نفسها حمرا وغا 10 دقائق في ال 400 الف هي بيدها راه زوز دقائق ولا ثلاث دقائق في زوز ملين فيو امور بزنس نفسها بلش امور بزنس. شوف والله هو انا واحد من الناس تراني ما نحبش نصنف روحي ما فما التيار هذاك نتاع الموسيقى والراب انا خليني بعيد طلع عليه خليني بعيد خاطرني مانيش كيف كيف مش كيف كيف انا نحب ديما نلمس حاجه نكتب حاجه ديما نحس سينو ثم ولا تركيب لي عليها حاجه كي هكا نتصورها في مخي نمشي نكتبها ما نحبش نكون ستاندار ما نحبش نكون ستاندار يعني هكا ستاندار ما نجمش نكون ستاندار الداخلين يرابيو جدد ولا اللي رابير الكل يحاولوا باش يعملوا حاجه اللي ماشي يا معتر نفس الفورمول اللي ماشي يا معتر ويلزم كل واحد عنده التوش نتاعو عنده المتواتيك كان التوش نتاعك يكذب عليك صحيح بالضبط هو راهو كل واحد كيما الكاور جايه تلقاه افونسونتر يطير تيران كي تحطو اريير جوش ما يمشيش سبيسياليتي نتاعو الديفونسور تنجم يطير في البوست نتاعو تحطو لي رابور هكاكا ولا لي زارتيست تلقاك انت قوي مثلا في الكتيبه تحب تمشي تتعلق على بدنك وتجيبها باكيت تعمل ستيل اخر ما تمشيش معاك لازم تعرف قدراتك وين وستيلك وين تنجم تكون انت قوي في الفايبوريت وال تحب تقلب تعمل ستيل اخر ما يمشيش معاك كل واحد عنده التامبر نتاعو هاك ستيلو خاص به اما يلزم ستيل نتاعك والتامبر نتاعك والقوه نتاعك تحطها اجور مع اللي ماشي توا شويه معناتها تردها كل اجور شويه فهمت تطورها شويه نحكي لك حاجه نقول لك حاجه طلع الدرنيير ما اقتنعت بحاجه الفن اللي يخرج تخرج انت ولا ذاك ولا اي واحد ولا انا هذاك راهو عباره هو التجسيد نتاع انت ماك عندك شخصيه عندك باك جراوند وعندك افكار وعندك طموحات وعندك النفسيه من داخل هذيك التجسيد نتاعها لا قريت الفن تجسيد نتاع انت شكونك الفن صحيح انت شكونك هذيك عباره انت مترجم في غناء لا اكثر لا اقل انت شكونك يعني ليدونتيتي نتاعك في التيتر اللي تخرج قري انت شكون وانت ديجا تعمل في حاجه نتاع شكون
عاش كل واحد يخرج زكتهم صحيح صحيح نشوفوا فيهم توا اخويا ربي يهديهم ما فهموا ايش الحكايه الله غالب ايه الله غالب اما اشوف توا انا واحد من الناس هما المواضيع شنية مواضيع المواضيع محدودة بشتغلناها في الراب محدودة رام أربع خمسة مواضيع شوف ديما تلقاهم يتعاود والحرقة الأميمة أمي حومتي أنا أقوى واحد في العالم وعرفت شنية موضوع آخر يغنيوا عليه مازالوا يغنيوا إيجو تريب تلقى واحد عنده ست ولا إيجو تريب ولا معناتها كان إيجو تريب اللي هي اللي تغني من الأول بأمور معناتها كيفاش فسر لك ريتا فك كيما قلت لك الهرم نتاع الليغوتريب اخر حاجه في الهرم هو التواضع في هرم الليغوتريب دونك سي بون فما رفيت لازمها كهاويز سافا معناتها لازم تحكي حتى الليغوتريب راهو كل واحد وستيلو مثلا تلقى فما شكون يقول لك في الليغوتريب نتاعو انا في حومتي العباد كلها تقدرني وما عرفش حومتي سكاكن وساطور وبرشمي فما شكون يقول لك انا راني قبيح بليد نعرف نتكلم فما شكون يقول لك انا مثلا نا ايجو تريب ونقول لك راني نعمل كيما مدارا ونخرج لك عيني تولي درشني كل واحد كيفاش يعني كل واحد دي دونت تي ام تاعو في الراب في الموسيقى اللي خرج هذيك هي الموسيقى هذيك في تونس الله غالب موسيقى تحسها محصوره وزيد الدول انا باش نعمل فازا ديما نعمل فازات جدد فكرت وقت اللي عملت الالبوم ومشيت درت بي في تقريبا ولايه تونس كلها فكرت طيب باش نعمل فازا اخر اسهل برشا من الاولاني توريت انت في العالم الكل في الكره الارضيه في البلدان المتقدمه يعني اللي تحترم المواطنين نتاعها واللي تحترم لي زارتيست نتاعها تلقى مثلا ناخذ اكزامبل لكريم مثلا رابور ولا اسياج رابور يعمل اسياج يمشي للاستوديو يسجل بعد يمشي يصور كليب وبعد يعمل البوم يمشي يهب العباد كي تسمع البوم في فرنسا شنو تعمل؟ شنو تعمل كي باش تسمع؟ تمشي لسبوتيفاي تسمع ما فهمتش لابار سبوتيفاي كي خرج كوبي فيزيك تشريه صحيح ولا لا؟ الارتيست يقعد قدر ولا مش قادر تي تعمل الموزيكا تصرف عليها وبعدها مشي بيعها لهنا في تونس ما عندك حتى طريقه باش تمشي تبيع على البوم نتاعك وحتى كي تخمم باش تبيع على البوم تبيع على البوم نتاعك كيما ليز ارتيست للبرا لا تولي العود تشوف حاجه دي واحد باش ارتيست يبيع في البوم معناتها امينيم معناتها امينيم يبيع البوم توباك كان جحاي قام ارتيست تلقاه في العالم يبيع نحن في تونس انا باش نعمل فازا بيسكو نعيشوا في البلاد هذيا ما تنجم توفر لك انا باش نحط قاعد نلقى فيها الفورمول باش نعمل كوفر نتاع الالبوم ومازال في ثلاثه تقول نحبط نحطه على الوي ترانسفير ولا على اي حاجه اونلاين ابارت الحكايه دي ونحطه بالكوفر نتاعو بالديديكاس بكل شيء نحطه في فيليا نحطه في الفيسبوك نحطه في الستوريات نحطه في نحط تحته الريب تاع الكونت بانكير واحد واللي يحب يشري معتهم ديجا هبطوا له من ويشري واحد يبعث لك الفلوس يشري على روحه بلاص نقعد نمشي والدور حلوه الفكره اما كان تعملها باش كيما نقولوا تموتيفي العباد باش ما تكونش اكثر منها باش ما تكونش كيما نقولوا باش تمشي صحيحه معناتها باش ما تقولش خاطر فيها كوتي تاع دوناسيون باش تتنحى بالفاز باش نحكي لك توا اللي هي مثلا تعمل اي بي فيها اربعه تيتروات كيما اللي هبطتهم ستوري اربعه ديفرنت ستوري تهبطهم جديده فهمتني وقتها خاطريت العباد بدات تتبدل المونتاليتي نتاعهم حمريت انا قبل ما نهبط الكليب ماني هبطته في ستريمينغ مثلا انغام سبوتيفاي وديزر فما واحد جابه من ديزر هبطه يوتيوب العباد الكل حلبوا عليه في الكومنتات قالوا له العباد تخدم وكل وانت تجي تهبط لهم معناتها بدات تتبدل في تونس انا نتصور هذه فكره حلوه اما كان تعمل مثلا تيتر كيما اللي هبطته الاخر تهبط منه كيما نقولوا خاطريت هي مشوقه الحكايه التيتر نتاعك يوفى ماذا بيك تعرف شنو باش يصير كيما نقولوا التيتر تهبط منه دقيقتين والباقي القصه اللي يحب يكمل هكا يا خو في الليان ذاك ولا حاجه كيك فهمتني ولا تعمل ليان بريفي مثلا ليان بريفي كيما نقولوا يوتيوب ولا حاجه فما تعرف خدعات مش بتعمل نقول لك انا علاش عملت هالفوزه هذيا تشوف انت في انت قاعده تشوف تقريبا في البرودوي اللي قاعده تخرج تاعو
مع احترام الكل. ماهيش قاعده غالبيه العباد معناتها الشعب الكل والعباد اللي تسمع مش قاعد يشبع فيها البرودوي، مش قاعده ماهيش بالبرودوي هذاك. علاش؟ على خاطر الارتيست وحق وراه الحقيقه انا راني نجي نلوم نعذر الارتيست لازم يعمل راب ولا يعمل موسيقى باش يدخل فلوس. انت باش تدخل فلوس داك لازمك تمشي مهرجانات، باش تعمل مهرجانات لازمك غنيات يضربوا، باش يضربوا لازمك كوميرسيال، معناتها تولي تخدم في الموسيقى سور ميزور، ماكش قاعد وحدك في الدار مسمار في حي، تولي ارتيست مسمار في حي، تولي انت عباره عن تولي عندك تحرق الثقافه. هذاك علاش، هذاك علاش الارتيست يقعد عام عامين ثلاثة سنين ماكسيموم ويتحرق، خاطر هو يشد يفرغ روحه من كل شيء، أي يحرق روحه ويهبط كل شيء لين تمصات المواضيع نتاعو ما عاد يسمع حتى نصيبه يطلع واحد اخر. فرد بغنيك اللي انت بغنيك تولي ما عادش فازه يتبلو يطلع واحد. انا نبعد كي انا نولي لا على بالي بالتلفزه، لا على بالي بالمهرجانات، لا على بالي بالفيو، ما على بالي بحد شيء، نخدم موسيقى الموسيقى، نقعد انا والبيبليك، ماك عندك بيبليك نتاعك يحبك انا والبيبليك، لا تدخل لا تلبس لا تدخل لا مهرجان لا حد شيء. كي تحب تدخل فلوس انت تخرج موسيقى تعطيهم برودوي هما ياخذوا من عندك بينك انت والبيبليك طول تو ما عادش لا تحرق روحك. كان تعملها راب والله انا امنيتي يعملوها رابرت تاع تونس كل هو معاهم برتجيل هي كمبادره حمه حلوه ياسر عليه. على خاطر شنو اللي تلم، شنو اللي تلم العباد فرطاوله كيما نقولوا قبل كيفاش كانوا يتلموا العباد فرطاوله بعد الحروب يتعاركوا 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 اللي ما عادش فيها يقعدوا فرطاوله. توا خويا الفلوس تلم العباد فرطاوله ريتهم هما ما عمرهم ما تفهموا رابير تونس ولا ارتست تونس وجنرال الفلوس تلم ريت يقعدوا فرطاوله. ونحكيوا على الموضوع هذايا تاع قايد فلوس، معناتها قايد فلوس على الاخر خاطر وصلنا نيفو انترناسيونال، اما عباد ماهيش في النيفو نتاعنا في بلدان اخرين تدخل اكثر منا فلوس برشا. علاش؟ خاطر البوبليك نتاعهم واعي على خاطر برشا حاجات. دونك كي تجي انت تحطهم في الطاوله تقول السنه يزي من الكليبات هذيا كل شهرك ماكش موظف في حمادي عبيد، فهمتني؟ السنه العباد الكل، العباد الكل باش تركش وباش تهبط البوم كيما القاعده ماكم ماكم الراب عرفتوه من امريكا جيبوه صحيح. مثلا الناس الكل السنين باش تعمل البوم وباش تهبط الالبوم نتاعها ستريمينغ وفي اليوتيوب باش تعمل منه زوز ولا ثلاثه كليبات، فهمتني؟ ماكش تخدم في عند اليوتيوب، راك ماكش يوتيوبر، خاطر اليوتيوب اللي يعمل فيو اللي يهبط ديما 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 دي بروموتي باش يخرج ريكومونداسيون اكثر باش وباش وباش. صحيح اسمع، وذاك علي تحرق تو فما برشا. انا متاكد اللي معروفين تو اللي هبطوا يعني يطلعوا في طوندونس والعباد اللي يسمح متاكد اللي هما يكتبوا بالكدا وقادرين يعملوا راب بيه. اما شنيا يتلزموا يعملوا حاجات هذيك باش يهبط باش يدخل منها فلوس باش يعيطوا له في مهرجان هذيك الحاجه اللي هي الزوز جيت لهم تاضر زي. اما راهي خايبه حمه، خايبه واحد يتلفت وراه يتلفت وراه من بعد درا قداش من عام كان عاش يلقى روحه عامل اربع غنايات رفران فيراج وثلاثه غنايات يعاود في الكلام، معناتها لميمة في قلبي يقولها في الفيرس الاول في الغنيه الثانيه لميمة في قلبي يقولها في الفيرس الثاني، يبدل في بلايص الكلمات تقول بيزل كل اللي يركب في الواحد الزيدة ما عمل شيء عاد الواحد. اي اسمع انت راهو والله قلت لك يا شرفة مش اللوم وراهو مش لوم، اقول لك علاش خاطر الدنيا اذواق. فما مثلا شكون اللي يسمع نوعيه نتاع راب تعجبه على الاخر، انا وياك ما يقول لك لا هذوما ما يعجبونيش، فما العكس هما يقول لك حما وشرفه برجوليه ملا راب عندهم والاخرين مخيبهم. الدنيا اذواق راهو ماهوش معناتها نحن خير من العباد الاخرين ولا العباد الاخرين خير من احنا، عباره الوان انا احمر واخضر وهو الاخر اصفر وازرق، اما خير الاحمر ولا الاخضر ماهوش خير كل واحد اكزاكتومون. نحكيو في الماكينه اللي قاعده تاكل في ليزارتيست قاعدة تتهكك تعصر فيهم. أنا واحد من الناس تعرفني أنا متملح، أنا نجم نقعد حتى عامين ما نهبط حتى تيتر ما تحرك لي حتى شعر على بالي، ما نمشيش نهبط ديما باش أما نحب نخدم حاجة صحيحة، نحب حتى كي نوصلوا نعملوا كليبات باش تهبط كليب ما عادش كليب هك قدام خزنة وتعمل أكاية ومدرى شناية تبدأ عندك برشا فلوس نجم تعمل كليب كتير حتى خارج تونس. تصور أنت مثلا 10,000 واحد ولا ما 10,000 وانت تعمل البوم نفترضه يعني هي حاجه تكون تعمل البوم قول 5,000 مش 10,000 تبيع الالبوم تاعك ب 30,000 قداش تدخل بالله سامحني ولا ما نعرفش نحسب
30,000 في العشرة 300,000 300 مليون دخل، دخل 150 مليون في في ألبوم إذا العشرة. إذا مع بيت إذا خلي 10,000 واحد شري من عنده معناتها تنجم بالبازة هذه دخل بارشة فلوس وتعمل الموسيقى اللي تعجبك أنت أنت خويا نحب نغني أنا ستيل متاعي نعم والفلوس تندخل المشكلة في الببليك طلع دي راهي والله مش تشوفها في الظاهر الظاهر المشكلة في تشوفها فلوس آه. اوكي فلوس آه. انا نحب ندخل برشا فلوس وانت تحب واللي يتفرجوا فينا تو والناس الكل في العالم تحب ندخل فلوس نكذبوا على بعضنا كانوا نقولوا ما نحبوش ندخلوا فلوس بيانسير. اما هي في الظاهر هكا الحكاية اما كي تجي تشوف الباطن نتاعها ركبت تشد الميديا باش تشد الذوق العام باش تعمل لهم اوكي شد دقدقهم فرش في فيلم بلاتفورم ليه انا يعني جاتني غادي الفكره ما فهمتش كيف جاتني فما فيلم فما بلاتفورم فيها درق قداش من نيتاج ما نحبش نحرق للعباد اللي قاعدين يتفرجوا فين نيتاج يعني فوق ال 150 يعني تهبط الطاوله كل يوم اللي من فوق ياكل اللي بعده ياكل الثالث ياكل حتى ايش توصل للطابق الاخرين تصورها انت الفكره هذيك في حبس هما حبس طابق في طاوله كل جزء في بيت تصور انت يعني ديما الفقانين باش ياكلوا والوطنيين علشان باش ياخذوا كيفاش اصلا باش ياكلوها كيفاش يلقاوا حالتها الماء الفكره مش نورمال اللي يا اخوي على الاخر نحن نعيش وكيكة بالضبط يحطونا في بلاصه وناكلوا بعضنا كيف كيفاش باش تبدل هذيك؟ نحن اه وانت سب فلان ورابور هذاك سب فلان تصور انت بلاهي رابور غالبية رابور نتصور كل رابور ما فماش ما يقلش من 1000 2000 واحد اللي فان نتاعو صحاح فانات وذو كي كان 2000 كل واحد يعطي 10,000 في الشهر تي اقسم بالله تو بالرسمي تتصلح تو العباد تولي ما عادش تجري على الفلوس اي يلزم احنا نبدلوها الحكايه يلزم احنا نبدلوها المونتاليتي يلزم بدينا فيها نحن وكبشنا وخدمنا وتعبنا في البوم تعبنا فيه بالضبط وكتيبه وتسجيل وتصبيح ودرشني وبعد طيشناه كان ستريمينج باش ما نهبطوش على اليوتيوب وكنا نجمو جيست نشد ونصوروه كل شهر كليب ونعمله مش نورمال حبينا نبدلوا المونتاليتي ما تلقى روحك تضرب وحدك في الاخر حماكم كمان تلقى روحك في الاخر كلي من المكش مكش العباد مش ممنا بالفكره هذه العباد جيست تعطيها فهمت اللي يقف ينسى لي خويا ايش باش نقول لك لازم طائره مستديره واحد من الناس انا عندي الانستغرام عندي في باش فيسبوك محترمه يعني وعندي يوتيوب هذوما ثلاثه اللي تروا بلاتفورم اللي عندي ابار اصحابي كيما انت انيزار كيما غير كيما اصحابنا الكل يعني الفكره هي مستحق لحتى حد مصدقني حتى حد براني ومانيش مستحق باش نقنع معناتها الولاد دومان ولا لا كي تو كي يشوفوها ناش حتى يعملوا انا باش نعملها الباز هذايا باش نحط فيه ملوطه الكونت بانكير ونبيع لهم الالبوم هكا ديجا نهبط اولى على خاطر العبيد اللي تسمع فيك كيما نقولوا يحبوا جديد يحبوا على جديد نتاعك على الاخر ديجا انت مرجينك منها الحكايه دي باس هو ديجا انا مرجيني على جديد نتاعك انت فما بالك انت اما تنجم تنجح لك الحكايه على خاطر كيما نقولوا الفانيت نتاعك كيفاش نفسر لك ما هو مش جوست يسمعوا فيك معناتها مغرومين بالبرسوناج وبالمود بكل شيء كيما نقولوا عندك الفاناتيك مش فانيت عاديين شوف نقول لك حاجه هم نحن تقريبا عندنا نفس العباد اللي تسمعنا تقريبا اللي نكون 80% من العباد اللي يسمعنا كيف انا تعرفني نتابع برشا انيم ومونجا وكل وزيد كنت نحضر في ليزيفالمون تاع الكوسبلاي صدقني يا شرفه اقوى بيبليك ما مع احترامي راه الناس اللي ما طبعش احكي لك في الحكايه هذيا نتاع هكا يعني ويشري ويمشي معاك ويمشي معاك فوق مخه مسلول من الصدر اخويا تلقاه يحكي انجلي اللي عمره 10 سنين نمشي يدينا موضوع كبير على الاخر هو برك فما عباد الله غالب فما عباد هكاك في تونس ما عندناش الثقافه هذيك نتاع انا مثلا عمري ما حطيت ديزلايك على حتى فيديو في اليوتيوب حياتي كان سواء تاع ارتيست وايا نحط لايك ولا لا خاطر تعب مشى عمل موسيقى تعب عليها وصورها تعب كمان فما تعب انت ديزلايك ما نقدروا ما نحترموش بعضنا يعني صحيح صحيح وذاك اخويا ناتج عن برشا
برشا كلي كما نقولوا الأمراض النفسية اللي جرت الفقر والهم والحسد والحكايات هذوما. صحيح هذيك هذيك بالضبط، نحن هذيك عقليتنا في تونس، اما نحن نبدلوها. ريتو توا اللي نعيشوا غالبيه العباد راهم روبوات، والله العظيم روبو، نتلقى كنسال كبار شياب وحتى الاولاد الصغار، حتى الجينيراسيون اللي طالعه توا حاطينهم بلوك بلوك. يا ودي مش نورمال، نحن مش بنقول لك رانا باش نبدلوا العالم، عادش انا مانيش قادر باش نبدل العالم، مانيش قادر باش نبدل نتاع تونس ولا التفكير نتاع التونسي. نجم نأثر على شويه على العباد اللي تسمع، نجم نعطيهم ميساج بوزيتيف، نجم نقول له كيفاش يخمم، مش معناتها انا خير منه كيف يخمم. الدوله هذيا راهو ماش اللي تشوف فيها قدام قاعدين يحكموا ويحطوا في السياسات والقرارات، لا فما غيرهم اقوى منهم قاعدين يتحكموا حتى بطريقه غير مباشره في اللي قاعد شفته. نجم ما نجمش نغير، نجم بدل حاجه واحده، نجم غير حاجه تخصني انا، نجم انا الوضعيه نتاعي انا في الراب مثلا، نجم انا انسان متملح، ما انت مانيش ملهوف هايجا نهبط بس ما على باليش انا قلت لك. دونك انا اكثر واحد نجم نعملها الجوزه هذه، وكان نجحت ان شاء الله اللي عجبتهم يعملوها ان شاء الله. لكن نجحت اكيد نعملها انا بيك، فما في يعني عملها نجحت ولا ما تنجحش عملها ابدا. نعملها عادي، انا عادي ما قلقني اي خدعه جديده نعملها نحس فيها كي حتى كان ما خطفتش عادي، او كواحد جرب كان خطفت ما خطفتش ما خسر شيء. حاجه تهمني انا شفم ولا اختي تحكي هريسه دبرتها بالمعارف لهنا، ثم بلاصه في اسمها اسيا ماتي بيعوا فيها الحاجات اللي من اسيا وكل، طيحت فيها حكه هريسه النبليه هبطتها في ستوري تما فرحت بها. واي ماكله انا تيب ولا ناخوها ولا حاجه نحط فيها مغرفه كبيره هريسه وكاف. هذيك هي الحكايه. انا كون انت معك شكون انت معك شكون انا كنت وحدي. يا ودي ريت اول نهار هذيك، اول نهار قلت اي خليني اول نهار في التطيب وحدي يعني قلت كل يوم قعدت هذي شهر كامل ناخذ من برا. بعد شهر قلت اي خلي ليا برشا فلوس برشا مصروف لازم نمثل الشارع. قمت هكاك حكيت في العشرة متاع الليل، قمت باش نطيب مقارون، اول مره نعمل مقارونه في حياتي. دخلت يوتيوب ربيع ساعه شفت كيفاش تك تك عزيلو، خديت معايا من العشاء، حليتها سخنت الماء تك تك وعملتها ونعمل فصاص اللي تجي نهز فيها نظف فيها طحت كلها في الواحد لافابو هزك عرفتك اللي من فوق بالكل نظيفه ما عندي حد شيء في الدار بدي ناكل فيها كيف جيعان على الاخر. يا ودي انا بدي قعدت 15 يوم ولا 12 يوم لانه وحدي، يدي بيت الصالة وليت بيت النوم وبيت النوم وليت استوديو والتواليت وليت منشر ودخلت بعضها الدنيا. يدي ما عندكش فكرة ايه مانيش تعمل تعيش وحدك، تعيش وحدك هي باهية وخايبة، تعيش وحدك باهية وخايبة باهية وخايبة استانسنا نحن انا خايف. لا لا يوم 900 يتفرجوا، تعرف توا شلقت بيوم 900 يتفرجوا. انا نحكي نسيت احنا لايف جبنا نحكي معاك عبارة حالين كام وحدنا انا مش بدنا حد نتصور. يا والله يا حبيبي كيفاش تو باقي الالبوم مرجوني عليه العبيد، وليت نخمم مش نهبطوه جست مش خاطر نحبه نعملوها، وليت نخمم مش نهبطوه على خاطر هكلي حسوني العبيد اللي احنا يسالونا فلوس ولا كيفاه. فهمت المسؤولية دي كانت على واحد يسالك فلوس وانت لازم ترجعهم له في اقرب وقت هكذا. فما برسيون اللي نتنحيك الكوتي ارتستيك تحيت نخدمه بركة عرفته. لا لا يا ودي يعني ما نهبطوش حاجة خطر العباد تقول لك هبط نهبطو حاجة مقتنعين بها وتهبطش حتى بعد 4 سنين تهبطش جمعة جاية مش مشكل. الوقت المشكل لازم نخرجوا حاجة مزيانة. هذيك شحكيت لهم انا قلت لهم وقت اللي نحسوها الفازة نتاع يلزمها تجي مانيش باش معناتها نركبوها لرواحنا وكل ونعملوا حاجه فوق من قلوبنا، وقت اللي نحسها تاع توا يلزمها تجي. كيما مشيت وقتها تلمينا في دار ديابلو في الحومه وبديت في الفكره وبدينا بالسياسه بالسياسه. صحيح صحيح. اما ما يلزمش نبتاع
تو نخدموا حاجه لا ما نبطاوش ان شاء الله، نخدموا حاجه مزيانه هكا دي تيم مزيانين وموزيكا هكا حكي اخرى جنب نفسها. يلزمها اكسح من الاولى، يلزمها اكسح من الاولى، سينو زي لا نعملوا حاجه مزيانه. انا ريتها الاولى بالرغم من غير بروموسيون، وعطت كان سبوتيفاي ريتها قديش دارت ووصلت المعلومه وكل بون، بعد بروموتيناها نحن شويه ليفز وكل. اما ريت الثانيه نصور تنجح على الاخر ونتصور كل كان معناتها هي كيما النار عرفتك. بديت تقدح وما يلزموش يصب الغاز كي توفى، فهمت؟ كي تبرد مادام فما هكاك الروتور تاع العبيد وهيا وهيا وهيا، يلزم في الوقت هذاك تعاود تهبط، مش لما تعاود تبرد وبعد كلي، فهمت؟ خاطر مادام العبيد تستنى، ريت كواحد يستنى في حاجه بعد يبرد عليها، ما لازمش نوصلوا للنيفو هذاك نتاع اللي يبردوا عليها، فهمت؟ حتى احنا نجموا نبردوا عليها. حتى ناخذوا حاجه ناخذوا راحتنا، اما مش نبردوا، فهمت؟ اسمع على فكره على احمد تو بظهر خصتنا كتب كومنتير احمد مناعي، احمد فهمتنا مفسخ الشين. انا نعرف ذكيت فلا ذيك حاسه فازه تاع بروموسيون عمل هكا ولا ليه احمد كان بروموسيون بلا يكتبها في الكومنتير. لا احمد قبل كما عندوش فازه هذه كتبيت ومفد خفا بعد نكلموه، ما لازموش خاطر هو شوف يتعب ويعمل الفيديوهات شنو يديريت تو. مثلا انا عندي تيترويت قبل كي كنت ما نفهمش في اليوتيوب ودروا دوتور يدي عبيد عامل ملايين فيوز سبونسوريزي وانا ما في باليش فيديوهاتي. انا فيديوهاتي انا تدخل تلقى فيهم 2000 و3000 فيو، يعني نحكي لك 2014 2015 معناتها كنا تعدينا بها الحكايه هذيك. وفي تونس يلزمك باش تتسرق، راك باش تتسرق مهما تكون، معناتها راك باش تتسرق، والا استنى 50 سنه اللي تتبدل مونتاليتي وابدا هبط، فهمتني؟ هذيك الجيم في تونس، هذيك الشعب اول حاجه. ثاني حاجه فما حاجه بوزيتيف في الحكايه، اللي انت العباد يسرقوك، اللي انت معناتها الشيء اللي عيطولها الفيزيبيليتي ولا الشيء اللي عيطولها هذيك، اللي انت باش تتشاف البرودوي نتاعك، دونك انت تولي تعمل لوجو نتاعك كبير شويه كي اللو تاع اليمين مثلا. دو تول فاسون اللي باش يسرق الفيديو نتاعك ديما فما الليان تاع الانستغرام واليوتيوب نتاعك، فهمتني؟ ديما كل العباد فما حلول، فما برشا. لما هو قلق هو نعرف الفيلينغ، نعرف الفيلينغ هكا تعايا فك على امي انا نتعب وكذا، ومن بعد هو يسرق لي فيديو يعمل مليون فيو وانا نعمل 100 الف فيو، هيا مش لازم، فهمت؟ نعرف الفيلينغ هذاك خايب على الاخر، اما ما يلزموش كيما نقولوا يأيسرها. اتو نكلموه احنا بقدرة ربي يجاوبه، خاطر طالون هو طالون ما لازمش نخسروه، فهمت؟ والله ريت كيفاه والله. هذيك هي تونس، تونس بالرسمي تشدك اي حاجه تعملها تشدك تدقدقك. والله مش تونس، التوانسه، التوانسه حما 60% فما 40% ما احليهم التوانسه جوهم به. ريتك التصويره، انا فما تصويره لو جاريل تو لقيتها ريتها مره عجبتني على الاخر، هكا كيفاش كان العبد قرد نظريه تدرى شكون هذيك، ومن بعد تبدل ولا راجل كي عريان لبس ليب، وبعد تبدل ولا راجل لبس كوستيوم، وتحتها مكتوبه وفما تصويره اخرى فيها تونس والكل لبس كوستيوم والقرد والاخر ودرشنية اللي مازال يعيشوا مع بعضهم. احنا كيكا تونس متخلطين، تخلف مع حضاره، مع عبيد رياقه وفاهمه الدروا دوتور وحق ذيك وحق ذيك، مع عبيد مش فاهمه معناتها كل ما شكشوك. وديما نحنا تونس، تونس اما تونس خاطيه خويا، التوانسه لازم نبدلوها، التوانسه دروين عندي عارفه ما حبش تجي داروين والله وين لا داروين في حافل نسيخ داروين وين الدار الى هنا في حافل يعني نحن والله ينظر. انا كنت قبل ما 10 سنين التالي كنت نقول بعد 10 سنين بتطلع جيل مش نورمال وفايق، طلع جيل والله مش كلهم على الحقيقه معناتها جيل ما فيهم برشا باهيين، اما برشا جيل كل جيل راهو نحكي على العباد الكل على الغالبيه يعني. شوف ايش صاير توا شنو اللي فهم، وشوف الجيل اللي طالع جديد. كنت في بالي الجيل اللي ينقذ تونس تربيوا على لينك ويغني في اللي قال لي نحندروا، وتربيوا على ولاد مفيده وتربيش تحبوا يطلعوا، فهمتني؟ بالله معليش تلفزه قبل في تونس، انا تربينا على فرانس 2 تي اف 1 ام تي في درشنا
الجيل اللي باش يطلع باش يطلع جيل قوي على الاخر، وصحيح قوي راهو الجيل اللي جاي توا يمكن اقوى جيل تاع اقوى جيل في ملي خلق تونس جيل تاع توا، اما كان يعرف وين يوظف القوى نتاعو خاطر عنده كل شيء اكسيسيبل توا، كل شيء ولا اكسيسيبل ونجم يوصل كل شيء، وعندك الانترنت كيما تستعملها في الخط نجم تستعملها في الباهي، وعنده كل شيء عنده في متناول، دونك هو ينجم مؤهل انه هو معناتها يهيكل روحه معناتها يولي هو يتحكم كثير وفير. قبل ما عندكش قبل معلومه منين تجيبها تعطيها لك النشره تاع 8 نفس العبد الكل نفس الصبيغه تاخذ في نفس الكونسوماسيون صحيح حسب بلوك تصب الجيل نتاع توا مازال هو انا نتوقع بالرسمي الجيل هذا باش يعمل ثوره في تونس، ثوره مش بالحجر على خاطره ذكي على الاخ ومثقف على الاخ وبقلبه كاميكاز بقى ما همش متفرق كل واحد في شيره كل واحد شنو يحب وداك يتعارك مع كل يتملها من الدوله هذيا شرفه والله ريتو اللي هلك تونس هي الدوله العميقه اللي هلك تونس اللي تحكم في الاقتصاد نتاعنا في الصفقات والشركات وتحكم في الاعلام وتحكم في وزاره الداخليه وتحكم في غيره وغيره بغض النظر على شو الشرفاء منهم الجيل هدايا قادر يدخلهم في حيط الله غالب مش ما كان جو ملمومين يلا لا يفيد معاها مش ملمومين لهنا تخرج من حومتك لهنا تخرج من حومتك حمد تمشي الحومة أخرى يبدأوا يغزروا لك انت هابط من الفضاء انت عش يعمل هذي لهنا انت تعدي عادة ما يغزروا لك بفاسون انت عش تعمل انت لهنا ما عندكش حق تدخل حومة أخرى ما عندكش حق تدخل بلاسة أخرى مع كل معرفة كل بلاسة متسكر على روحك فوشيانا ما يمشيوش لمحمدين محمدين يمشيوش للمروج ما يمشيوش حاب نصير حاب نصير ما يمشيوش حاب محمد علي برغم ذوما الكل فرد كيس معناتها كلي فما كلي كل كتله كي وحده مانيش محلولين على بعضنا لا غالب وفما جماعه اللي كيما في الكومنتير هذايا انت قالت لك تحب تصلح تونس يدخل وا يا جماعه لا يا شو اسمك كونيكسيون تاع حمد رجبيع ما يلزمش طرف التشيئه ماذا نسيبوه وين الكونيكسيون تاع حمد تونس قصت الكونيكسيون عرفت انت تفيد تسب في البلاد تقص عليك الكونيكسيون تاعك نعرفوا حمرا وفد بالضبط هاي يا اخي شوفوا شبيه ونرجعوا له هاي هاتوا